رابطني. البوليس كان ورايا. وراك وتجيلي هنا؟ روح للدايرة. اثبت، ما تبقاش صغير، محدش شافني. قطعت نفسي وزوق منه، بس انا استاهل الموت. ايه بس اللي حصل؟ طلع انا بدل الشنطه على حسب الاتفاق، وبعدين طلعت على نص حلقه عشان اخد دقني. يا دوب باخد اول وش البوليس كبس على البار، وعوض على حمزه ومنعم وابو خطوه. انا ما اعرفش، جيت خارج لقيت البوليس حواليا من كل حته. هربت منهم من زواق لزواق ومن شارع لشارع، لكن طلعت حمار في الاخر. ازاي؟ عشان ارجعهم عني طلعت عليهم طلقتين، بس المسدس وقع مني وانا بجري. بس لبست نفسي قضيه شروع في قتل. انا مش هقدر اصحى في الشارع قدام الناس كده، هطق هموت. طارت مني الشغلانه اللي انا باكل منها عيش. تتدبر ازاي؟ هنلاقي لك برضه حل. هنتصرف، بس اهم حاجه اختفى انا دلوقتي وبنش. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اتصل بيك انا او غيري. بص انت من الشباك عموما اغسل وشي. يتحط في سجن انفرادي، محدش يزوره ولا يتصل بيه، مفهوم؟ مفهوم حضرتك. ظابط؟ ايوه فالح.